سورة الأعلى في آيتين هن أساس الامتحان، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لما تتعارض الدنيا والآخرة شو الميزان اللي حيكون عندك؟ شو حتتبع وقتها؟ فأنت حتكون عبد للمال، تعيس عبد المال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة. بتلاقي عم يعبد الثياب، الثياب الثياب، أسير للثياب. وأنا جاي مثلا على الأعياد، شوف لربما يتنغص عيده أو الأخت تتنغص عيدها إذا ما جابت شيء جديد، وإذا ما كان آخر موديل، وإذا اشترت موديل السنة اللي ماضية هي مصيبة، وإذا اشترت شيء طلعت ابنت عمتها شاري نفس الشيء، يا لطيف بتنكد عليه وعلى أولاده وعلى أهله، وبدها تروح تغير الثياب وتغير مش عارف إيش وتغير المنطقة كلها اللي هي فيها عشان اشترت نفس الثياب. هاي عبودية للثياب، ما بحاجة توصل لهالمرحلة أنت. فكن عبدا لله.